بكل بساطة أنا أمنية. النهاردة هقول لكم عن مشروبات حلوة جدا ومنعشة في الصيف، مكوناتها موجودة في كل بيت وجميلة قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة وهي الآيس كافي، هنجيب مج، أي مج عندكم، جيبوا معلقتين قهوة أو معلقتين نسكافيه، ينفع تحطوا النسكافيه بتاع الكياس عادي جدا، وهنضيف معلقتين سكر، نبدأ نحط نص كوباية مية دافية اللي هي 4 معالق، ما تكتروش مية عشان هنخفقها، انا بحبها دارك فمش هخفقها قوي، هقلبها مجرد تقليب ان هي القهوة تدوب. بحب اعمل الحركة دي، شكل المج بيبقى حلو، كنت عاملاه بالكراميل عادي جدا. ابدأ احط التلج، انا بحب بصراحة في الايس كوفي احط تلج كتير جدا، بحب طعمها كده. هنحط كوباية لبن، ولو عندكم لبن بلدي ممكن تضيفوا عليه شوية من الفانيليا عشان طعم الزفارة يروح شوية من اللبن، ونبدأ نقلبها بس. حلوة قوي. نيجي لتاني حاجة وهي الليمون اللي بيتباع في المحلات، اللي هو بيكون ليمون بنعناع. هنجيب شوية نعناع وشرايح ليمون، انا حطيت هنا ليمونتين عشان انا بحب الليمون جدا يكون طعمه مركز، وكنت محضرة قبل ما نبدأ الفيديو في الخلاط شوية ليمون ونعناع ومعلقة لبن عشان طعم القشرة تروح شوية، اللي هو طعم المرارة يتدلق شوية. هبدأ احط شوية تلج، ما بحبش اكتر تلج هنا عشان ما يبقاش خفيف. نبدأ نقلبهم، طعمها حلو قوي زي بتاعت المحلات بالظبط، ومنعشة حلوة قوي في الصيف. بعد كده الايس تي، وهي طبعا بموت فيها، معلقه سكر هتجيبوها تحطوها في الكاسه، كوبايه شاي، اي نوع شاي عندكم مش هتفرق. هنبدا نقلب، ممكن تحطوا شاي اخضر لو عايزين، حطوا نعناع وشرايح ليمون، انا حطيت ليمونه واحده بس عشان الطعم ما يمررش. تلج بقى وابدأ اقلبه فيها. وبس بكده يكون خلص الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل، بحبكم قوي.